في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وفي الصحيحين، لما كان في غزوة من الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من الغزوة، أعيا جمله فجعل يضربه بعصا ويقول: ولهف مياه ما زال لنا ناضح سوء، حتى سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قال: بأبي أمي أنت يا رسول الله، جابر. ماذا؟ قال: أعيا جملي. فأخذ العصا وضربه ضربتين فكأنما ارتدت العافية للجمل. سامر النبي صلى الله عليه وسلم جابر وهم يمشون يعني في الطريق، فقال: ما أعجلك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة خلا منها. خلا منها كما يقول ابن أثير أي فاتها الزواج، فاتها قطار الزواج كما يقال يعني، وكما قال بعض العلماء خلا منها أي مات عنها، مات عن زوجها وأصبحت خالية، خلا منها. قال: ما أعجلك؟ قال: إني حديث عهد بعرس. فقال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خر، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، فأردت امرأة قد جربت وخلا منها. دي رواية البخاري، امرأة قد جربت. طبعا في اللفظ الآخر قال: أردت امرأة تقوم عليهن، تمشط شعورهن وتقوم عليهن، يعني تكون بمثابة الأم بالنسبة لي هؤلاء البنات. أو قال: أريد امرأة أجمع لي وأرشد. فقال له النبي: أصبت. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبت ورشد. قال: أصبت ورشد. نعم. عندما اختار امرأة، يعني هو عللها، علل أنه ترك حظ نفسه بأن يتزوج بكرا، وأراد أما لأخوات البنات حفاظا على وصية أبيه. نعم. لما يعني دعاه ليلة الغزوة وقال: إني تركت دينا وتركت لك أخوات، استوصي بهن خيرا، فنفذ وصية أبي وترك حظ نفسه في الزواج من بكر، وأراد أن يأتي بامرأة تكون كالأم بالنسبة لهؤلاء البنات. فهو يعني علل اختياره لهذه المرأة بأنها قد جربت، وقد جربت الرجال قبله، فهي أقدر على معرفة ما حقوق الزوج وما يريده الزوج بخلاف البكر. وذلك حتى أنت تجد يعني أن المشاكل في بيت البنت البكر التي تزوجت أول مرة أكثر من المرأة التي تزوجت قبل ذلك. تزوجت قبل ذلك عرفت حقوق الزوج وما ينبغي له وما الذي يعني يحمل الرجل على أكثر استكانة وأقل بحثا عن المشاكل. بالضبط كده. بالضبط. نعم. تمام.